أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء. سنتعرف اليوم على الفنانة شاهد سلمان ومعلومات لا تعرفونها عنها. ممثلة حلمها أن تصبح فنانة كبيرة ولديها طموح بالفن الكويتي، وتتمنى أن تكون جديرة بلقب فنانة وممثلة كبيرة. ولدت الفنانة شاهد سلمان في الكويت وترجع أصولها إلى دولة العراق. اسمها بالكامل هو عبير سلمان العبيان، لافتة إلى أنها تعشق اسمها الحقيقي ولكنها قامت بتغييره من أجل العمل الفني. هي من مواليد يوم 27 من شهر مايو لسنة 1973 ميلادي، أي أنها تبلغ من العمر 47 عاما في عام 2021، وهي مسلمة الديانة. ولدت في الكويت لأبوين عراقيين. تعتبر الأخت الصغرى للممثلة سعاد سلمان، وبرجها الفلكي هو برج الجوزاء. بدأت نشاطها بعالم التمثيل سنة 2005 من خلال ظهورها بمسلسل رحلة انتظار برفقة المخرج محمد دحام الشمري. اشتهرت في مسلسل الكون في كفة مجسدة عن طريقة دور الأم المرحة. بدأت حياتها الفنية عام 2006 من خلال دور السكرتيرة في مسلسل رحلة انتظار. استمرت في تقديم الأعمال التلفزيونية وقدمت أدوار قوية ودرامية ومنها الكوميدية. عملت أيضاً على المسرح وشاركت في العديد من المسرحيات، منها مسرحية المزاوجي عام 2006. شاركت في بعض الرسوم المتحركة منها إمساف جيت كوم، ومن هواياتها بجانب التمثيل رياضة المشي. في عام 2018 أكثر عام شاركت فيه بأعمال تلفزيونية وخاصة في رمضان. شاركت في 7 مسلسلات في عام واحد، مسلسل الجسر مع الفنان عبد العزيز المسلم وجبر الفياض بجانب إلى دورها في مسلسل عزوتي، ومسلسل بات نايت مع الفنان خالد المظفر وسلطان الفرج، ومسلسل خديت من عمري وعطيت. أيضا شاركت في المسلسل الدرامي مع حصة قلم مع الفنانة القديرة حياة الفهد، ومسلسل المواجهة وهو عمل درامي أيضا تم عرضه في رمضان 2018. ومن أهم مسلسلاتها في عام 2019 عشاق رغم الطلاق، وأيضا مسلسل غصون في الوحل. أما في عام 2020 شاركت في مسلسل الكون في كفة ومسلسل عافك الخاطر. وفي عام 2021 شاركت في مسلسل شلوي ناشو ومسلسل الدرامي الناجح أمينة حاف. أيضا في نفس عام 2021 شاركت في مسلسل ملاك رحمة ومسلسل سرك الخافي. أما بالنسبة لحياة شاهد سلمان الخاصة، فأكدت شاهد سلمان أن حياتها الزوجية مشابهة لدورها في مسلسل أمينة حاف إلى حد كبير، ومؤكدة أنها انفصلت عن زوجها بشكل رسمي في عام 2002. وتابعت في حديثها خلال استضافتها بإحدى البرامج التلفزيونية الشهيرة أنها غير نادمة على طلاقها من زوجها، موضحة أن زوجها تزوج عليها بالحقيقة وفعلاً أخذت الموقف ببرود. وقالت الفنانة شاهد سلمان في مقابلة تلفزيونية أنه تزوج عليها بسبب وجود مشاكل طاحنة بينهما، ولم يكن الأمر محزناً بالنسبة لها لأنه لم يكن مهتماً، لافتة إلى أن علاقتها بزوجها انتهت تماماً منذ سنوات، موضحة أن ذلك جاء عقب زواجه عليها بعد أن رزقهم الله بثلاثة أبناء هم حميد وشروق وشهد. ورفضت الفنانة شاهد سلمان الكشف عن جنسية أو اسم زوجها كونها من النجوم الذين يفضلون عدم الحديث عن حياتهم الشخصية. وتصدرت النجمة المتألقة شاهد سلمان محرك البحث جوجل قبل فترة بحثا عن صورها قبل وبعد خضوعها لعمليات التجميل. والجدير بالذكر أن أنباء خضوعها لعملية تجميل غير صحيحة بتاتا، وأنها تعتمد في كل ظهور لها على وضع المكياج. وظهرت طيلة أحداث مسلسلها الأخير أمينة حاف بدون مكياج، ولفتت إلى أنها لم تصدق كم النجاح الذي يحققه مسلسل أمينة حاف منذ عرضه بداية رمضان، مضيفة إلى أن هناك سيدة قابلتها في السوق وتحدثت معها بخطب حول سبب قبولها بالمسلسل أن يتزوج زوجها عليها، وهذا يدل على تفاعل الناس معه. واختارت الفنانة شاهد سلمان الفنانة الكويتية إلهام الفضالة كأفضل ممثلة، كما وقع اختيارها على الفنان شهاب جوهر كأفضل ممثل لهذا العام.
وأشارت إلى أن ما جعل حياتها أفضل وخفف حدة الخلافات في منزلها هو تقربها من الله ومواظفتها على قراءة القرآن، وما ساهم في حصولها على الهدوء النفسي وتركيزها في العمل أكثر، وهو ما انعكس على نجاحها في مسلسل أمينة حاف. وأكدت الممثلة الكويتية أنها تعبت كثيراً في حياتها وتعيش في شقاء منذ ولادتها، موضحة أنها أصيبت بفترات طويلة من الإحباط وكانت تبكي وتحزن بشدة بسبب عدم إسناد بطولات لها حتى استطاعت أن تثبت نفسها. وأضافت أن أبنائها كانوا دائماً ينتقدون عدم حصولها على الوضع الذي تستحقه رغم عملها بالاجتهاد، لافتة إلى أن لديها 3 أبناء وأنها حالياً أصبحت جدة. وأوضحت الفنانة الأساس الذي تختار فيها أدوارها أنها تختار الأدوار المهمة التي ترتبط بالحدث بشكل وثيق، وقد سبق لها ورفضت المشاركة في العديد من المسلسلات وذلك بسبب ضعف أدوارها وبساطتها. وأيضاً أوضحت كيف تتعامل مع الإشاعات، بأنها تتعامل مع الإشاعة بانطلاقاً من مبدأ يا جبل ما يهزك ريح، أي أنها لا تهتم أبداً. وأما عن حكمتها بالحياة صرحت أنها تؤمن بأكثر من حكمة منها، اتقي شر الحليمة إذا غضب واتقي شر من أحسنت إليه. وأما عن سؤالها هل الفن يعتبر مصدر دخلها، قالت بكل تأكيد أن الفن هو مصدر عيشها الأساسي، ولا تتفق مع من يقول أن الفن ما يؤكل خبز، لأن الفنان إذا كان جادا في تعاطيه مع فنه ويعتبر أن الفن رسالة إنسانية فسيكون الفن بيأكل خبز بكل تأكيد. وأما عن سؤالها كيف تجد واقع الوسط الفني حاليا، فقالت أن الوسط الفني لا يخلو من الحسد والغيرة للأسف الشديد، وتتمنى أن تزول هذه الأدران من الجسد الفني. وأوضحت عن رأيها بالاحتكار الفني الذي يقدم نجوم كبار على الساحة الفنية بأنها ترفض الاحتكار بشدة لأنه يعدم الفنان والفنانين الذين نجحوا، بل كان لموهبتهم الدور الأكبر في نجاحهم وليس الاحتكار، ولو عاد المشروع من جديد لن تجد أي فنانة تتقدم له. وأوضحت صاحب الفضل في بروزها على الساحة الفنية بأن الفضل يعود إلى المخرج محمد الطوالة، وذلك عندما رشحها للمشاركة مع المخرج محمد دحام الشبلي في مسلسل رحلة انتظار. وقالت أن جمال الفنانة يمنحها فرصة لكسب ثقة المنتج أو المخرج في الظهور الأول على الشاشة. شكرا لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.